بسم الله الرحمن الرحيم. تلميذات العزيزات، تلاميذ الأعزاء للمستوى الخامس ابتدائي، نرحب بكم اليوم في درس للدعم والتثبيت، درس الأعداد الكسرية لفخاكسيون. سنحاول من خلال هذا الدرس تحقيق الأهداف التالية: ترتيب ومقارنة الأعداد الكسرية، الاختزال وتوحيد المقامات، وعمليتي الجمع والطرح. نبدأ بالنشاط الأول. ألاحظ الأشرطة ثم أحدد العدد الكسري الذي يمثل كل جزء ملون. لاحظوا معي جيدا أعزائي التلاميذ، لدينا ثلاثة أشرطة متساوية القياس. قسمنا الشريط الأول إلى جزئين فلوننا نصفه، والشريط الثاني إلى أربعة أجزاء لوننا منها جزئين، والشريط الثالث قسمناه إلى ثمانية أجزاء كما ترون ولوننا أربعة أجزاء فقط. سنحاول الآن تمثيل كل جزء ملون بواسطة عدد كسر. إذا الكسر الذي يمثل الشريط الأول أعزائي التلاميذ، الكسر هو واحد على اثنان، لأننا لوننا جزءا واحدا من جزئين، إذا لوننا النصف. إذا الكسر واحد على اثنان كذلك يقرأ بالنصف. بالنسبة للشريط الثاني، لوننا جزئين من أربعة أجزاء، إذا الكسر هنا هو اثنان على أربعة، لأن الكسر كتعريف للكسر فهو يمثل جزءا من الكل. إذا الجزء هو البسط والكل هو المقام. نمر للشريط الثالث، لدينا ثمانية أجزاء، لاحظوا جيدا لوننا منها أربعة أجزاء، إذا الكسر هنا هو أربعة على ثمانية، لأننا لوننا أربعة أجزاء من ثمانية أجزاء كلية. إذا الكسر هو عبارة عن بسط ومقام وخط الكسر. هنا الأجزاء الملونة هي متساوية في الأشرطة الثلاثة، إذا الكسور واحد على اثنان واثنان على أربعة وأربعة على ثمانية هي كسور متساوية. واحد على اثنان يساوي اثنان على أربعة يساوي أربعة على ثمانية. إذا لكي نمر من الكسر واحد على اثنان إلى اثنان أربعة، في ماذا ضربنا البسط والمقام؟ نعم، ضربنا هنا البسط في اثنان، واحد ضرب اثنان تساوي اثنان، وضربنا المقام في اثنان كذلك، إذا اثنان ضارب اثنان تساوي أربعة، فحصلنا على كسر يساوي الكسر الأول. كذلك بالنسبة للكسر أربعة على ثمانية، ضربت واحد في أربعة تساوي أربعة، واثنان في أربعة تساوي ثمانية، إذا حصلنا على الكسر أربعة على ثمانية يساوي الكسر واحد على اثنان. كذلك لنمر من اثنان على أربعة إلى أربعة على ثمانية، ضربنا البسط والمقام في اثنان، اثنان ضارب اثنان تساوي أربعة، وأربعة ضارب اثنان تساوي ثمانية. من هنا أعزائي التلاميذ نتوصل إلى النتيجة، ما هي؟ أننا إذا ضربنا البسط والمقام في نفس العدد فإننا نحصل على كسر يساوي العدد الأول. جيد، الآن سنذهب بالعكس. إذا انطلقنا من الكسر أربعة على ثمانية لنحصل على الكسر واحد على اثنان، فإننا نقسم البسط والمقام على العدد أربعة، على نفس العدد. سأقسم أربعة، إذا أربعة قاسم أربعة تساوي واحد، وثمانية قاسم أربعة تساوي اثنان. هنا هذه العملية من الكسر الأكبر إلى الكسر الأصغر تسمى عملية الاختزال. إذا هنا اختزلنا الكسر، نختزل الكسر أربعة على ثمانية فنحصل على كسر مختزل أو صورة مختزلة هي واحد على اثنان. إذا الآن سنمر إلى النشاط الثاني يخص الاختزال. إذا التمرين هو كالتالي:
أختزل متى أمكن ذلك. إذن لدينا الأعداد الكسرية التالية: 12 على 15، ثم لدينا 15 على 30، ثم 3 على 12، وأخيرا العدد 21 على 16. انتبهوا جيدا، لكي نختزل عدد كسري لا بد أن نبحث عن القاسم المشترك الأكبر بين البسط والمقام. إذا سبق وأن رأينا القواسم، إذا سنبحث عن قواسم العدد 12 وقواسم العدد 15، وسنرى القاسم المشترك الأكبر بين هذين العددين، سنجده هو 3. إذن هنا 3 هو القاسم المشترك الأكبر بين 12 و 15، سأقسم عليه. إذن 12 قاسم 3 على 15 قاسم 3. 12 إذا قسمنا على 3 تعطينا 4، و 15 إذا قسمنا على 3 كم تعطي؟ 5. جيد. إذن 4 على 5 هو صورة مختزلة ل 12 على 15. نمر للعدد الثاني، 15 على 30، نبحث عن القاسم المشترك بين البسط والمقام. ما هو القاسم المشترك أعزائي التلاميذ؟ هنا القاسم المشترك هو 15. إذا 15 قاسم 15 على 30 قاسم 15. إذا قسمنا على نفس العدد البسط والمقام يساوي 15 قاسم 15 تعطينا 1، و 30 قاسم 15 يساوي 2. إذا هنا الاختزال هو 1 على 2. جيد. نمر للكسر الثالث، لدينا 3 على 12، هنا القاسم المشترك هو 3. إذا 3 قاسم 3 و 12 قاسم 3. إذا 3 قاسم 3 تساوي 1، و 12 قاسم 3 تعطينا 4. إذا 1 على 4 هو الاختزال، ونسمي كذلك الربع، لأن 1 على 4 ربع، 1 على 2 النصف، 1 على 8 الثمن، 1 على 5 الخمس، إلى آخره. العدد 21 على 16، هنا سنبحث عن القاسم المشترك. هل يوجد قاسم مشترك هنا أعزائي التلاميذ؟ طبعا لا يوجد. إذا هذا الكسر لا نختزله، لأنه لا يشترك العدد 21 و16 في أي قاسم. إذا هنا صورة مختزلة. جيد. الآن نمر إلى النشاط. سنمر الآن إلى النشاط الثالث. بالنسبة للنشاط الثالث سنتطرق للمقارنة. إذا في النشاط الثالث أضع الرمز أكبر أو أصغر أو تساوي. إذا سنعطي أمثلة للمقارنة. لدينا ثمانية على أربعة وثمانية على خمسة، خمسة على ستة مع تسعة على ستة، سبعة على عشرة وثلاثة على خمسة، ثم أربعة على سبعة واثنان على خمسة. إذا دائما لمقارنة عددين كسريين هنا لدينا نفس المقام، إذا سنقارن بسطيهما. إذا كان العددين كسريين نفس المقام نقوم بمقارنة البسط. لدينا هنا خمسة أصغر من تسعة، إذا خمسة على ستة هي أصغر من تسعة على ستة. نمر للحالة الثانية. هنا لاحظوا أعزائي التلاميذ ماذا تلاحظون في هذين الكسرين؟
نلاحظ نفس البسط. إذا كان لدينا نفس البسط، نقوم بمقارنة المقام. إذا العدد الذي له مقام أصغر هو الكسر الأكبر. لدينا هنا 4 أصغر من 5، إذا 8 على 4 ستكون أكبر من 8 على 5. أذكر، إذا كان العددين الكسريين نفس المقام، فإن العدد الأكبر هو الذي له أصغر، الذي له أكبر بسط عفوا. وإذا كان لدينا عددان كسريان لهما نفس البسط، فإن الأكبر هو الذي له أصغر مقام. نمر للحالة التالية، لدينا 7 على 10 و 3 على 5. نلاحظ جيدا أعزائي التلاميذ أن أحد هذين المقامين هو مضاعف للآخر. إذا لدينا 10 هي مضاعف للعدد 5، إذا في هذه الحالة سأوحد بالعشرة بالمضاعف، مفهوم؟ إذا لأصل إلى العدد 10 ضربت 5 في ماذا؟ ضربناها في 2 لنحصل هنا على، إذا 5 ضرب 2 ستعطينا 10. وعندما أضرب المقام في 2 يجب أن أضرب البسط كذلك في 2 لأحصل على نفس العدد. إذا 3 في 2 تعطيني 6. إذا الكسر 3 على 5 يساوي 6 على 10. وهنا ستسهل المقارنة. إذا لدينا 10 في المقامين معا، إذا سأقارن البسط. 7 أكبر من 6، إذا 7 على 10 أكبر من 6 على 10، وبالتالي 7 على 10 هي أكبر من 3 على 5. نمر إلى الحالة الأخيرة، إذا لدينا 4 على 7 و 2 على 5. في هذه الحالة عن ماذا نبحث أعزائي التلاميذ؟ هنا نبحث عن المضاعف المشترك الأصغر بين 5 و 7. إذا سأبحث عن مضاعفة 7 ومضاعفة 5 وسأرى أصغر مضاعف مشترك بينهما، سأجد 35. إذا هنا سنوحد المقام ب 35، أحسنتم. إذا 7 ضرب 5 ستعطيني 35، سأضرب كذلك 4 في 5 ستعطيني 20. إذا المقام في المقام والبسط في المقام الثاني. ثم بالنسبة للعدد الثاني سأضرب 5 في 7 ستعطيني 35، وسأضرب 2 في 7 ستعطيني 14. إذا الآن سأقارن العددين 20 على 35 و 14 على 35. إذا 20 أكبر من 14، إذا 20 على 35 ستكون أكبر من 14 على 15، وبالتالي سأعود إلى العددين الأصليين، إذا 4 على 7 أكبر من 2 على 5. ودائما لترتيب الأعداد الكسرية يجب توحيد المقامات حتى تسهل عملية المقارنة. أحسنتم. وكملاحظة أخرى، العدد الكسري يساوي 1 إذا كان البسط يساوي المقام، مثل 2 على 2 تساوي 1 لأن هنا البسط يساوي المقام. كذلك العدد الكسري يكون أكبر من 1 إذا كان البسط أكبر من المقام، ثم يكون أصغر من 1 إذا كان البسط أصغر من المقام. أحسنتم. نمر الآن إلى النشاط الرابع. إذا النشاط الرابع سنتطرق لعمليتي الجمع والطرح. إذا أحسب وأختزل متى كان ذلك ممكنا. جيد. إذا العملية التي سننجزها، لدينا 3 على 4 زائد
2 على 4. ثم العمل بالتالية 4 على 5 زائد 1 على 2، والعملية الثالثة هي 5 على 7 ناقص 3 على 5. إذن العملية الأولى لدينا هنا مقام موحد، إذن لدينا هنا نفس المقام، إذن عندما يكون لدينا نفس المقام فإننا سنجمع فقط البسطين. إذن المقام الموحد هنا هو 4، إذن سأجمع 3 زائد 2 ستعطيني 5 على 4. هل يمكن اختزال هذا الكسر أعزائي التلاميذ؟ لا يمكن اختزاله لأن لا يوجد قاسم مشترك بينهما. إذن نمر للعملية الثانية، لدينا 4 على 5 زائد 1 على 2، إذن هنا يجب توحيد المقام لأن المقام ليس موحدا. إذن بالنسبة لتوحيد المقام هنا سنضرب 5 في 2 لأن المضاعف المشترك بينهما هو 10، إذن 5 ضرب 2 هو المقام الذي سنوحد به العددين. هنا عندما ضربت 5 في 2 سأضرب كذلك 4 في 2، 2 ضربناها في 5 إذن 1 ضرب 5 والنتيجة هي 8 زائد 5 على 10 تعطينا 13 على 10. هل يمكن اختزال هذا الكسر؟ طبعا لا لأنه صورة مختزلة. إذا نمر الآن إلى العملية الثالثة، 5 على 7 ناقص 3 على 5. لاحظوا بأننا ليس لدينا نفس المقامات، إذن سنقوم بتوحيد المقامات. هنا سنوحد بخمسة وثلاثون لأنه المضاعف المشترك بين 7 و5 هو 35. إذن 5 ضرب 5 تعطيني 25 ناقص 3 سنضربها في 7 تعطيني 21. إذا 25 ناقص 21 تساوي 4، و7 ضرب 5 تعطيني 35، وطبعا لا يمكن اختزال هذه الصورة. نمر الآن إلى العملية الأخيرة وهي عملية الطرح، 9 على 8 ناقص 4 على 6. إذن سنوحد المقام هنا ب 48 لأن 8 و 6 ستعطيني 48، إذن 9 ضرب 6 54، 4 ضرب 8 32، وسنوحد المقام ب 8 ضرب 6. إذن المقام الموحد هنا هو 48، 54 ناقص 32 ستعطيني 22. هنا هل يمكن اختزال هذا الكسر؟ طبعا يمكن اختزاله، سنحصل على 11 على 24 لأننا سنقسم على 2، إذا القاسم المشترك بين 22 و 48 هو 2. إذن النتيجة المختزلة هي 11 على 24. إلى هنا أعزائي التلاميذ تنتهي حصة اليوم، دمتم في أمان الله.